من الممكن أن يصبح الشخص أعمى بشكل دائم إذا بقي في الظلام المطلق لأكثر من 3 أيام. عندما يموت الإنسان يستمر شعره في النمو لعدة أشهر. عند سماع الأغاني تحضر الجن والشياطين ويرقصون حول من يسمعها، ولو كشف الغطاء لصرع الإنسان من هول المنظر. إيقاظ الشخص النائم بطريقة مرعبة يمكن أن يصيبه بأضرار دماغية دائمة. عندما يموت الإنسان فإن لديه نشاط في دماغه الأيسر لمدة 7 دقائق، يعيد فيه العقل ذكرياته وما قام به في تسلسل مثل الحلم. في عام 1997 صدر صوت قوي من أعماق المحيط الهادئ، بلغ فضاه 5000 كيلومتر، ولم يتم تحديد مصدر هذا الصوت حتى يومنا هذا. لا تمشي على أرجلك أو تتكئ على يديك وهي منملة، قد تنكسر دون أن تدري ذلك. عندما تمسك بيدك المصحف فإن الشيطان يغضب، وعندما تفتحه يبكي، وعندما تقول بسم الله ينهار، وإذا بدأت في القراءة يغمى عليه.